نشرت فتوى بدت غريبة في الأيام القليلة الماضية. هذه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء كانت بتتعلق بتحريم الشاذ بين قوسين بين الولاد وبين البنات. الحقيقة أن هذا الجدل سواء كان جدل فقهي أو جدل اجتماعي أو حتى جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا النهاردة رصدناه من آخر نقطة فيه من التوضيح اللي أصدرته دار الإفتاء واللي حاولت من خلاله أن تضع النقاط في نصابها، وقالت أن الأصل في الأشياء هو الإباحة وأن هذه الفتوى كانت متعلقة ببعض الحالات الخاصة. على كل الأحوال إحنا رصدنا ولخصنا لحضراتكم الجدل الذي ثار حول الموضوع وما انتهى إليه في التقرير التالي، نشاهد. دار الإفتاء تصدر فتوى بتحريم المحادثة الإلكترونية بين الجنسين لأنها تمثل باباً للشر والفساد ومدخلاً من مداخل الشيطان. خبر تصدر منشطات المواقع الإخبارية وأثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، إلا أن للإفتاء بياناً توضيحياً على ذلك. الشات في حد ذاته دي المشكلة، كأي وسيلة زي التليفون زي التلفزيون. لا نقول التلفزيون حرام ولا التليفون حرام ولا الكمبيوتر والنت حرام، نحن نحذر من أن ينساق الإنسان إلى أن الكلام يأخذه يتكلم فيما هو محظور مثلا. ودي ممكن لا تمثل طائفة كبيرة، وهذه الطائفة غير الكبيرة بنقول لها حسبي على نفسك، لأن إحنا عاوزين دائما العلاقة تكون سوية. أثارت فتوى الشات سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تناولوا الفتوى بالتعليقات الساخرة، وانتشر العديد من الكوميكس على موقع فيسبوك، وكان أيضا للشباب وجهة نظرهم في هذه الفتوى. في قواعد، يعني مثلا زي مكالمة التليفون ما ينفعش يتأخر بالليل مثلا يتكلم شات، يعني انا عندي بالنسبه لي بعد الساعه 12 خلاص بقى. انا متهيالي ان هما مثلا لو بيبعتوا صور لبعض او الحاجات دي او ممكن تبقى حرام. انا شايفه ان الموضوع عادي لان البنت دلوقتي بتنزل بتشتغل بتحتك بالشباب في كل مكان. المفروض لا، الولد يبقى ليه اصحاب ولاد والبنت ليها اصحاب بنات، لكن الولد والبنت مع بعض لا. طالما هما اوكي يعني اتنين زمايل او اتنين صحاب او اي حاجه ايا كان، سواء كانوا مع بعض في مدرسه او في الجامعه او اي حاجه، يبقى ايه اللي حرمها؟ لا طبعا مش حرام. مش كل واحد يقول فتوى يبقى تتصدق، يعني لازم يعني يبقى في حاجه منطقيه. يعني يرى الكثير ان الاسلام يدعو الى التحضر في كل زمان ومكان ما دام الانسان يستخدم ذلك لمصلحته وليس ضده، والمحادثه الالكترونيه هدفها ان يكون العالم قريه صغيره يسهل التنقل فيها، ولكن اذا استخدم فيما اخترع من اجله.